اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه امكي ريفيوز. بعد كميه الاحباط اللي تعرضت لها من مؤتمر ابل للاعلان عن عائله الايفون، الايفون 12 ميني والايفون 12 والايفون 12 برو والايفون 12 برو ماكس، كاول مره من شركه ابل ان هم يعلنوا عن اربع موبايلات ايفون السنه دي، كان في موبايل من ضمن الموبايلات دول انا اتحمست له جدا 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 وهو الايفون 12 ميني. في الفيديو ده انا هتكلم عن الايفون 12 ميني، هل بيقدم افضل قيمة فعلا مقابل السعر في فئته بالنسبة للموبايلات التانية من الشركات الاندرويد في الفئة دي، لان الموبايل سعره حوالي 700 دولار، ف 700 دولار دول يعني حوالي 11 او 12 الف جنيه، فهل فعلا الموبايل ده مازال بيقدم قيمة كويسة مقابل السعر، ولا الموبايل ده ما بيقدمش قيمة مقابل السعر؟ يعني من الاخر كده مش هبص للموبايل ده على اني اندرويد فان بوي، ولا هبص للموبايل ده على اني ابل فان بوي بقى ومبهور بالتفاح وكده، لا انا هبص للموبايل ده بنظرة محايدة جدا، وهقارن كل جزء في الموبايل ده بجميع الموبايلات الموجودة في فئته، وهنشوف بقى هل فعلا الموبايل ده هو الموبايل اللي بيقدم قيمة مقابل سعر من شركة ابل، ولا مفيش حاجة بتقدم قيمة السنة دي مقابل سعر من ابل، ويعتبر كل الموبايلات الايفون السنة دي مضروبة. فقبل ما نبدأ الفيديو كده نتكلم عن الايفون 12 ميني، لو اول مرة تشوفني ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، ولو انت مش اول مرة تشوفني كالعادة انت عارف هقولك ايه، انزل اعمل لايك واكتب كومنت لو عندك اي فكرة جديدة عشان لو كده نطبقها باذن الله. اما دلوقتي بقى فخلينا نتكلم عن الايفون 12 ميني ونبدأ بنقطة التصميم. في الايفون 12 ميني تقدر تعتبره الايفون 11 بالظبط، موبايل جاي بظهر بلون واحد، عندك لوجو ابل في النص، وعندك المربع الكبير اللي فيه كاميرات كبيرة، هما كاميرتين ومعاهم الفلاش، نفس تصميم الايفون 11 بالملي، ولكن اللي اختلف السنة دي بقى الحواف المعدنية الموجودة في الموبايل. هنا الحواف جاية السنة دي ولأول مرة حاجة زي الايفون 5S والايفون 5 نفس الحواف المربعة، وبصراحة انا شايف ان شكل الحواف المربعة افضل كتير عن الشكل الاول اللي كان بقاله 3 سنين بينزل لنا من اول الايفون اكس اللي هو الايفون 10. فالسنة دي ابل اتجهت اتجاه جديد من خلال الحواف المربعة زي بالظبط الايباد برو، وبصراحة انا عجبني فكرة الحواف المربعة، الموبايل هتبقى مسكته اسهل وكمان ارفع واخف كتير عن الايفون 11 وال11 برو وال11 برو ماكس بتوع السنة اللي فاتت. بالنسبة لنقطة التصميم، الموبايل ده يعتبر متماشي جدا جدا مع كل الموبايلات الموجودة في الفئة دي، لان كل الموبايلات الموجودة في الفئة دي بتيجي برضو بتصميم زجاجي وفريم معدني. نسيب بقى نقطة التصميم وتعالوا ننتقل لنقطة الشاشة، لان فيها بعض المميزات وبعض العيوب، فخلينا كده نتكلم على الشاشة شوية. الشاشة هنا بتيجي للأسف بحجم يعتبر صغير جدا 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 مقارنة بكل الموبايلات الموجودة منافسة للموبايل ده. هنا الشاشة حجمها 5.4 انش، يعتبر حجم مش كبير، ولكن ما تنساش ان الموبايل هنا جاي بالتصميم الجديد بتاع ابل بدون حواف. اي نعم انت عندك نوتش رخمة، مش عارف ليه ابل سايبين النوتش دي من اول الايفون 10 للسنة الرابعة على التوالي ابل محتفظة بالنوتش، ولكن هم بيبرروها بحتة الفيس اي دي، وانا ما عنديش اي اعتراض على النقطة دي مادام الفيس اي دي بيشتغل كويس جدا وبيشتغل بكفاءة. فبالنسبة لحجم الشاشة يعتبر عيب، ولكن عندك نقاط قوة قوية جدا في الشاشة دي. اول حاجة السنة دي واخيرا شركة ابل قدمت لنا شاشة اموليد، وابل طبعا بتطلق عليها اسم السوبر ريتنا اكس دي ار، وبصراحة السوبر ريتنا اكس دي ار بتاعت ابل تعتبر من افضل الشاشات الاموليد اللي جربتها لحد الان. انا جربت الشاشة دي في الايفون 11 برو ماكس السنة اللي فاتت، لو لسه ما شفتش الفيديو هتلاقي الفيديو هنا فوق، وبصراحة الشاشة الوانها كانت جامدة جدا، وسطوع الشاشة في اشعة الشمس ممتاز، بتوصل معاك ل 1200 نتس، يعني من الاخر كده هتشوف كونتراست وهتشوف الوان ممتازة جدا وشاربنس ممتاز في الشاشة دي، ودي تعتبر نقطة القوة والتغير السنة دي في الايفونات. السنة اللي فاتت لو تلاحظوا كان الايفون 11 بتمن ال 12 ميني بنفس الثمن تقريبا، وكان بيجي بشاشة اي بي اس، السنة دي ابل غيرت الفكرة دي وقدمت لك شاشة سوبر ريتنا اكس دي ار، الشاشة الممتازة جدا اللي بتقدم اكتر الوان حقيقية
وخصوصا في فئه سعر الموبايل ده. طبعا من غير ما اتكلم كتير، اكيد الشاشه دي بتدعم ال HDR 10 بلس وكمان بتدعم الترو تون، ودي تعتبر ميزه كويسه جدا وخطيره. نقطه العيب بالنسبه لي اللي انا مش حاببها في الشاشه، ان الشاشه للاسف بتيجي بريفريش ريت 60 هرتز، ودي تعتبر حاجه مش لطيفه تماما، وخصوصا ان كل الموبايلات الموجوده في الفئه السعريه دي بتيجي بشاشات 120 و90 هرتز، فدي تعتبر حاجة مش لطيفة، وكنت اتمنى ان شركة ابل تقدمها، ولكن ده ما حصلش واحتفظوا بالشاشة الستين هرتز. فلو هتكلم على الشاشة وده تقييم من 5 بالنسبة للموبايلات الموجودة في الفئة دي، هديها 4 من 5، لان في موبايلات جاية بشاشة اكبر من كده وجاية باستغلال حواف احسن من كده، وكمان في موبايلات جاية بشاشات 120 و90 هرتز، فده يعتبر بالنسبة لاستغلال الحواف وبالنسبة لنقطة الريفريش ريت الشاشة دي تعتبر مش افضل حاجة، لكن بالنسبة للسطوع والاضاءة والمشاهدة على الشاشة دي تعتبر ممتازة جدا 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 بالنسبة للالوان وكل حاجة فيها. لحد الان مازال الموبايل يعتبر قريب جدا من كل الموبايلات الموجودة في الفئة دي، يعني نقطة الشاشة بس اللي فيها كام حاجة كده لو كانوا نزلوا في الموبايل ده كان الموبايل ده حرفيا اكتسح السوق. خلينا بقى دلوقتي نسيب الشاشة وننتقل للحاجة اللي بتميز فعلا الموبايل ده في فئته وبتخلي مفيش موبايل منافس له حرفيا، وهو الاداء. الموبايل ده بيجي بمعالج جديد من ابل، معالج متوحش جدا، الابل E14 بايونيك. طبعا معالجات ابل من اقوى المعالجات، ان ما كانتش اقوى المعالجات في العالم، وطبعا المعالج ده اقوى بفرق ملحوظ كمان عن E13 بايونيك اللي مازال معالج مميز جدا وبيقدم اداء مهول، وكان اقوى كمان من معالجات موجودة من شركة كوالكوم وكمان من شركة سامسونج. انت عندك من الاخر هنا A14 بايونيك 5 نانومتر بيقدم اداء فوق الطبيعي ويعتبر اقوى معالج حاليا في العالم بلا منازع، واكيد اكيد مدام 5 نانومتر هيوفر لك في البطارية بشكل كبير جدا، زائد بقى انك معاك 4 جيجا بايت رام، وبالنسبة للذاكرة الداخلية فهي بتبدأ من 64 جيجا، ودي تعتبر نقطة الاحباط اللي ما عجبتنيش من شركة ابل، وخصوصا ان موبايلات ابل اساسا ما بتحطلهاش كارت ميموري، ففضل ان هم كانوا خلوا النسخه اللي ب $700 دي تبدا من 128 مش من 64 جيجا، وخصوصا ان احنا خلاص داخلين على 2021، فدي تعتبر من نقاط العيوب اللي ما عجبتنيش في نقطه الاداء، هي حجم بس الذاكرة الداخلية، كنت اتمنى ان هو يبدأ ب 128 جيجا، ولكن اوفر اول ما زال الاداء بتاع الموبايل ده مميز جدا واكتر حاجة بتميزه. نيجي بقى لتاني نقطة بتميز الموبايل ده فعلا عن كل برضو الموبايلات الموجودة معاها، وهي الكاميرات. هتقول لي الموبايل ده جاي بكاميرتين والموبايلات الباقية جاية بأربع كاميرات، هقول لك ثواني كده صاحبي اهدى واتقل عليا كده، لأن الكاميرات دي فيها حكايات. أول حاجة أنت عندك كاميرا أساسية 12 ميجا بيكسل بتيجي في فتحة عدسة F1.6، دي الكاميرا الوايد العادية اللي هي كاميرا الزاوية العادية، وقبل بتقول إن الكاميرا دي أدائها هيبقى أحسن بفرق واضح في الإضاءة الضعيفة عن الكاميرا اللي كانت موجودة في الـ 11 برو ماكس اللي هي كانت اساسا كاميرا ممتازه وخرافيه جدا. ده زائد بقى انك معاك كاميرا تانية بتيجي بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه F2.4، ودي الكاميرا بتاعت الالترا وايد، كاميرا الزاويه الواسعه. وبصراحه أبل من افضل الشركات اللي بتقدم كاميرات زاويه واسعه او كاميرات اساسية بالنسبة للالوان. يعني انا جربت الايفون 11 برو ماكس السنة اللي فاتت، بصراحة الكاميرات كلها كانت تحفة، الكاميرات نفس الالوان. في اغلب الموبايلات لما باجي اجرب كاميرا الزاوية الواسعة وكاميرا الزاوية العادية بلاقي بينهم في الالوان بعض الاختلافات، ولكن مع الايفون انا جربتهم السنة اللي فاتت وكانت الكاميرات نفس الالوان بالظبط. اي نعم الكاميرا الاساسية فيها شوية شاربنس وتفاصيل زيادة عن الكاميرا الالترا وايد، بس بالنسبة للالوان الكاميرتين نفس الكاميرتين بالظبط في الالوان، ما تقدرش تفرق ما بينهم وخصوصا في الاضاءة العالية. فهنا ابل حطت لك اكتر كاميرتين انت هتعتمد عليهم اللي هي الكاميرا الاساسية وكاميرا الزاوية الواسعة. ده زائد بقى انك معاك افضل تصوير فيديو لحد الان في اي موبايل في العالم، مفيش موبايل في العالم بيقرب من الايفون في تصوير الفيديو. فبالنسبة لنقطة الكاميرات الموبايل ده هيبقى وحش وحش وحش، ويقدر بكل سهولة ينافس كل الموبايلات الموجودة في الفئة دي، وكمان يتفوق عليهم بفضل طبعا المعالجة بتاعت الـ E14 بايونيك اللي هتبقى ممتازة جدا جدا جدا، وخصوصا ان الايفون 11 برو ماكس اللي كان جايب الـ E13 بايونيك مازال من
افضل الموبايلات اللي بتطلع صور لحد الان. ما بالك بقى صاحبي ان الصور اللي طالعه من الاي 14 بايونيك دي هتبقى احسن كمان من اللي موجوده على الايفون 11 برو ماكس. تخيل بقى كميه التفاصيل والشاربنس والالوان اللي هتطلع معاك من الكاميرات دي، ده زائد تصوير الفيديو المتوحش الموجود في الموبايل ده. فبالنسبه لنقطه الكاميرات، وبكل حياديه الموبايل ده يقدر ينافس كل الموبايلات اللي معاه في الفئه دي، وكمان يتفوق عليهم في نقطه تصوير الفيديو. عايز اقول لك كمان بقى انك عندك سماعات ستيريو، وسماعات الاستيريو من ابل بتبقى ممتازه جدا جدا جدا. فتقريبا لحد الان انت معاك كل حاجه في الموبايل ده ممتازه، وتقريبا كده معاك كل حاجه بتقدم قيمتها مقابل سعرها بالملي، الا بعض الحاجات اللي اتكلمت فيها زي ريفرش ريت وزي حجم الشاشه، هما دول اللي كانوا ناقصين الموبايل ده. طيب خلينا بقى نتكلم على اخر حاجة، وهي البطارية والشحن. بالنسبة للبطارية، قبل للأسف ما اعلنوش عن حجم البطارية قد ايه، بس هم قالوا ان البطارية دي هتقعد معاك لحد 50 ساعة لو انت بتسمع عليها موسيقى. اما بقى لو انت بتشغل فيديوهات عن طريق الموبايل هتقعد معاك لمدة 15 ساعة، ولو بتشغل فيديوهات عن النت هتقعد معاك 10 ساعات. فاكيد اتوقع ان اداء البطارية هنا هيكون ممتاز جدا، وخصوصا وان جربتها مع الايفون 11 برو ماكس وكانت ممتازة جدا جدا جدا. بصراحة سلسلة الايفون 11 السنة اللي فاتت غيرت وجهة نظري في البطارية تماما. انا كنت دايما عارف ان شركة ابل هي اقل شركة بتقدم نقطة البطارية دي، وكنت بتضايق من الموبايلات الايفون بسبب البطارية، ولكن من ساعة ما جربت سلسلة الايفون 11 السنة اللي فاتت وانا متحمس جدا جدا جدا، وبقيت مبسوط جدا من شركة ابل ان هم قدروا يطوروا في نقطة البطارية، وبقت فعلا بتقعد زيه زي الموبايلات الاندرويد، بل وكمان بيتفوق على موبايلات اندرويد موجودة معاه كده بالعين من بعض الشركات. اما بقى بالنسبة لنقطة الشاحن، فدي نقطة العيب والحاجة اللي مضايقاني جدا جدا جدا، نقطة ان الموبايل للأسف جاي من غير شحن. وما تسألنيش ازاي، يعني شركة ابل كلامهم في المؤتمر ان احنا بنحافظ على البيئة، وان احنا عندنا حوالي 2 مليار واحد عندهم شواحن حوالين العالم من عندنا، واكيد انت لو بتشتري الموبايل بتاعنا فانت معاك الشواحن بتاعه الموبايلات اللي قبل كده اللي كنت شاريها مننا. قبل هنا اللي مضايقني ان هم ما راعوش فكره ان ممكن يكون في حد لسه ما جابش ايفون قبل كده، او عاوز يجرب تجربه الايفون وعايز يجيب من اول الايفون 12، فليه انا اشتري الشاحن منفصل ب $50؟ ايه الفكره؟ يعني كده الموبايل هيبقى واقف عليا بحوالي $750. ولكن هم قالوا لك ان الموبايل ده بيدعم شاحن 20 واط، ودي تعتبر حاجه مش قد كده، لان في موبايلات في الفئه دي بتدعم شاحن حاجه و30 واط، وفي موبايلات كمان بتوصل ل 65 واط، موبايلات من اوبو وموبايلات كمان من ريلمي. نقطه الشحن او سرعه الشحن في الموبايل ده تعتبر مش افضل حاجه، وكمان وخصوصا وان الموبايل لا جاي برش شاحن ولا جاي بسماعه، الموبايل جاي بس بالكابل اللايتنينج اللي بقى لهم سنين بيستخدموه، مش عايزين يستخدموا التايب سي. من الاخر كده هقول لك بعض العيوب الموجوده في الايفون 12 ميني، لو العيوب دي مش هتتماشى معاك ما تشتريش الموبايل ده. اول حاجه ان الشاشه حجمها صغير 5.4 انش، في ظل ان في موبايلات دلوقتي 6.7 انش، وفي كمان موبايلات بتوصل ل 7 انش. ثاني حاجه ان الشاشه ما بتدعمش ريفريش ريت عالي، لا 90 ولا 120، اخرك هنا 60 هرتز فقط، ودي تعتبر نقطة من نقاط الضعف الموجودة في الموبايل ده. اما بالنسبة لتالت واخر حاجة بقى، ان الموبايل يعني جاي من غير شاحن، رش شاحن يعني، والموبايل كمان جاي من غير سماعة في العلبة، ودي تعتبر العيوب اللي من وجهة نظري الموجودة في الايفون 12 ميني. لو العيوب دي مش هتتماشى معاك او العيوب دي مش عاجباك ما تشتريش الموبايل ده. اما دلوقتي بقى فرأيي بالنسبة للايفون 12 ميني، هل فعلا الموبايل ده بيقدم اكبر قيمة مقابل السعر في الفئة دي ويستاهل انك تشتريه ولا لا؟ خلينا نقسم النقطة دي لثلاث حاجات. اول حاجة لو انت اندرويد فان بوي، انت شخص اصلا بتعشق نظام الاندرويد وبتموت في نظام الاندرويد كده وكل شغلك على الاندرويد، فطبيعي ان الموبايل ده مش هينفعك تماما، لان الاي او اس مازال هو الاي او اس مقفول على نفسه، ما بيديلكش كل السماحيات انك تعمل كل حاجة موجودة في الاندرويد، فطبيعي الموبايل ده مش هينفعك. تاني حاجة لو انت شخص كنت ماسك موبايلات اندرويد وعايز تجرب موبايل جديد من ابل، فيعتبر افضل موبايل يديك تجربة من ابل وبيقدم لك افضل قيمة مقابل السعر من ابل حاليا، عايز تجربه وتخش في تجربة من تجربات ابل،
افضل حاجة هنا بالنسبة لك هو الايفون 12 ميني. اما تالت حاجة بقى، لو انت شخص اصلا ايفونر، شخص اصلا ابل فان بوي، بتعشق موبايلات ابل وبتحب موبايلات ابل، وبالنسبة لك موبايلات ابل دي حاجة كده من الخيال، وكل سنة بتستنى موبايلات ابل، وفي نفس الوقت انت بتدور على افضل قيمة مقابل السعر من شركة ابل، فبرضو يعتبر الايفون 12 ميني هو افضل خيار ليك وافضل حاجة تشتريها حاليا من ضمن الاربع ايفونات الجداد اللي نزلوا، لان سعره مناسب جدا لكل حاجة بيقدمها، ويعتبر الموبايل ده منافس بقوة للفئة دي. اما بقى لو انت مش كل دول وانت شخص زي حالاتي كده بتدور على افضل قيمة مقابل السعر، فبالنسبة للايفون 12 ميني مش هو افضل قيمة مقابل السعر في الفئة دي، في موبايلات كتير هنا بتقدم قيمة افضل من الموبايل ده مقابل السعر، ولكن برضو ما زال الموبايل ده خيار كويس جدا ليك وخيار افضل ليك لو انت عايز تجرب الايفون او تخش في تجربة الايفون وتشوف نظام الاي او اس ده عامل ايه وايه نظامه، وعايز كده تبعد عن الاندرويد شوية وبس كده. دي كل حاجة عن الايفون 12 ميني اللي من وجهة نظري يعتبر افضل موبايل من قبل السنة دي قدم قيمة مقابل السعر. اما بقى بالنسبة للتلات ايفونات الباقية، الايفون 12 وال 12 برو وال 12 برو ماكس، ما حبيتش بصراحة ان انا اتكلم عنهم، لان شايف ان هما بيقدموا اسعار اوفر مقابل كل حاجة بيقدموها. وكالعادة اشوف في الفيديو الجاي. سلام.